أكدت عائلة آل مبشيت في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقوفها صفا واحدا مع مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ضد كل المؤامرات التي تحاك لزعزعة أمن المملكة. كما أكدت العائلة تأييدها التام لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات ردا على المحاولات المستمرة في استهداف الأمن الوطني.